الو 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 الو، الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ايامكم سعيد، كل عام كل وانت عام وانتم بخير. بخير وتحقيق الامان يا رب. احنا نقول رمضان كريم ونقول ايامك سعيدة مقدما. شلون نسيت؟ الحمد لله بخير. اذا انت بخير، من وياي؟ وياك عبد الله من قضاء النعمانية. عبد الله من قضاء النعمانية، تحياتنا لك عبد الله. والمرة شارك أول مرة أشارك، وأتوقع آخر مرة. ليش آخر مرة؟ يعني أنا عندي قد كلام أريد أقوله، وإن شاء الله يعني تستجيبين. يلا إن شاء الله، شنو الكلام؟ تفضل. طبعا أنا أخويا كلفني، أخويا زيد الصغير، نعم. أنا أخوه الأكبر من عندي، كلفني إنه أريد أخطبك إليه أمام كل المشاهدين، وأتمنى إنه تكونين جنتنا ونتشرف فيك. تحياتي لك. زي ليش ما يعني يخجل من هذا الموضوع؟ قلت انا حتكفل بالموضوع. تحياتنا لك. الله ورسوله اريد نتقدم لك، لان هو كلش متابعك ويحبك، ويا ريت يعني لو تصير على سنه الله. تحياتنا يعني لك. ما اعرف شنو اقول لك بصراحه. تحياتي لك وتحياتي لاخوك ايضا، وان شاء الله. أي ما اعرف اتقدم لك ترفضي، لان اخويا رايدك من كل قلبك. تحياتنا لك، تحياتنا لاخوك. تسلم لي، ربي يخليك. جدا اشكرك على يعني الكلام الحلو. الله يخليك. تحياتنا لقناة وطن. تحياتي لك. زين، سما قلت لي شارك بمسابقة لا لا؟ لا، انا بس ردت يعني انقل كلام زيد. تحياتنا زيد، سلم لي على زيد هواي. الله يحفظك، شكرا. تسلم لي، فدوى عينك. تحياتنا لكم، تحياتنا لمشاركتكم. والى هنا نقول مبروك، مبروك للاخ زين اللي بيحشم.